تعلموا وتدربوا. الحياة ما ترحم، الحياة مو مثل الجامعة، مقهى الجامعة ودكاترة وحياة سهلات وبابا يدفع لك. ما راح يشغلوك الشركات إذا أنت مو متدرب. اليوم أنا جالس في المكتب أمان الله، دخل علي شاب، السلام عليكم. عليكم السلام. وقع لي. على شو أوقع لك؟ إن أنا تدربت عندكم بس أنا ما شفتك. قال إيه بس أنا كلمتكم عشان أتدرب عندكم عشان توقع لي. طيب وتدربت؟ قال لا ما تدربت. قلت له يعني أنت ما تدربت وجاي أوقع لك وأختم لك على إيش؟ قال عشان التدريب، هذا من متطلبات الجامعة. يعني أنا والله زعلت عليه، زعلت عليه وأزعل على أمثاله. دافع فلوس ثمن متطلب جامعي، دافع ساعات، ويضحك على نفسه ويضحك على أبوه ويضحك على المجتمع. يعني بكرة لما تتصل للجامعة وتقولوا لي هذا الرجال تدرب عندك، شو تدرب عندك؟ والله ما تدرب عندي بس أنا وقعت له. طيب ولما يتخرج يروح يقدم على شركات، يقول أنت وين متدرب؟ يقول أنا متدرب عند فلان. طيب شو تعلمت من فلان؟ والله ما تعلمت من فلان بس وقالي. لو يدفع لي فلوس، فلوس لو يدفع لي آلافات ما وقع له، ما وقع له. ليش؟ لأنه هذا الإنسان بيضر نفسه. ولو يجيني واحد ببلاش يطلب مني تدريب ويكون ميسور الحال أدربه وببلاش. يا شباب، يا شباب، مو الشكل هذا،